السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. موت الفجأة من علامات الساعة الصغرى. ومصيبة موت الفجأة يا جماعة إن الإنسان لا يدري على أي شيء يموت، هل يموت على طاعة أم يموت على معصية؟ ولذلك لابد إن الإنسان دائما يتأهب ويستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت. كثروا من ذكر الموت، ده مش من باب الإنسان ينكد على نفسه يا جماعة، إنما من باب فقط الإنسان يتذكر أنه لابد أن يلقى الله سبحانه وتعالى عاجلا أم آجلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يبقى إذن لابد الإنسان أن يتهيأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الموت أو موت الفجأة من علامات الساعة الصغرى. والموت يا جماعة هو الحقيقة الكبرى التي لا يستطيع أحد على وجه الأرض أنه يهرب منها. قال جل وعلا: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، وكل من أقوى ألفاظ العموم. ولذلك أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إن من علامات الساعة الصغرى موت الفجأة، كما ورد في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجاءة أو موت الفجأة. يعني تيجي مثلا تلاقي واحد بتسلم عليه واقف ما شاء الله في ريعان الشباب وفي عز صحته وما شاء الله، وبعد خمس دقائق واحد يقول لك: ما دريتش ده فلان مات، إنا لله وإنا إليه راجعون. ده لسه مسلم عليه من خمس دقائق، ده لسه قافل معايا التليفون، ده لسه كان بياكل معايا. وهكذا موت الفجأة من علامات الساعة الصغرى. كان الناس في القدم، كان الواحد قبل أن يموت قد يصاب بمرض لفترة طويلة فيتهيأ للموت ويشعر أن هذا هو مرض الموت، فيتوب إلى الله عز وجل ويجدد توبته وعودته إلى الله، ويوصي أهله ويكتب وصيته ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى، ويبدأ يتحدث مع الناس ويبدأ يذكرهم بالله سبحانه وتعالى، وهكذا يشعر بقرب أجله. أما في الوقت الحالي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يكثر وينتشر موت الفجأة، فيموت الإنسان ولا يدري على أي شيء يموت. ولذلك يجب علينا أن نتذكر دائما الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت، وأن نجدد التوبة في كل لحظة. ولذلك يا جماعة دعاء سيد الاستغفار كان كما قال كما رواه البخاري كان يعني من ثمرة هذا الدعاء اللي هو سيد الاستغفار أن من قاله بالليل ومات في تلك الليلة كان من أهل الجنة لأنه مات على توبة، ومن قاله بالنهار ومات بالنهار كان من أهل الجنة لأنه مات على توبة. إذن فعلينا دائما أن نجدد التوبة، والتوبة واجبة في حق كل أحد. قال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ولم يكن أيها المذنبون. يبقى مش المذنب بس اللي يتوب ولا اللي يستغفر، أي إنسان في الدنيا بيتوب ويستغفر، حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأتوب إلى الله وأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. في رواية البخاري وفي رواية مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه كان يستغفر الله عز وجل في اليوم والليلة 100 مرة. وهو من هو؟ هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنب وما تأخر بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. إذن فلنستعد للقاء الله، ونعلم أن موت الفجأة من علامات الساعة الصغرى، فلابد أن نكون دائما على توبة وعلى عودة إلى الله وعلى طاعة لله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا وختامكم، وأن يرزقني وإياكم الفردوس الأعلى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.